الشهادة الموالية وآخر شهادة لناشط في عالم الإنترنت سيسامي بن غربية. السيدة حياة البرتاني ستقدم سيسامي. سامي بن غربية هو ناشط سياسي على الإنترنت، هو من مؤسسي موقع نواة سنة 2004. سامي اشتغل منصب مدير في منظمة عالمية اللي هي منظمة أصوات عالمية في قسم مناصرة نشطاء الإنترنت. تحصل سامي على عديد الجوائز كاعتراف ليه بنشاطه وبدفاعه على حرية التعبير عبر الإنترنت. سامي تعرض للعديد من الانتهاكات والملاحقات اللي طالته وما اكتفتش عند حده هو بل طالت عائلته، مما أدى به إلى الهجرة قسريا لمدة 13 سنة بهولندا، وما تمكنش سامي باش يرجع لتونس إلا بعد الثورة وين تحصل على جواز سفر تونسي. تفضل سي سامي. شكرا على التقديم، مساء الخير. والله بعد سماع الشهادات هذه الليلة وما قبلها من الشهادات أعتبر أني محظوظ، نظرا لأنه ما مريتش بتجربة السجن في تونس كما مروا بها الأخوة والخيان، والإنترنت ما دخلنيش للسجن أو للمضايقة، على العكس هروبي من تونس هو اللي عرفني بتجربة الإنترنت وهو الذي أرجعني أعتقد كما أرجع العديد من النشطاء من المنفأ. بعجالة، يعني قضية هروبي من تونس هي تتعلق بأسفاري للمشرق العربي. نعرف النظام القديم كانت عنده حساسية لسفر التونسيين لبلدان المشرق العربي، نظرا خاصة للمتسيسين منهم لارتباطاتهم بالمقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية أو غيرها. فأوقفت من قبل أمن الدولة يوم 21 فيفري 98 للتحقيق معي حول سفراتي المتعددة للمشرق، وبالخصوص إقامتي مدة سنة في إيران. في الحقيقة يعني الناس اللي شدتني من أمن الدولة، كما كل مدينة صغيرة وأنا من أصيل مدينة بنزرت، نعرفهم، درسنا مع بعضنا في معهد الذكور، فيهم اللي قرب الحومتي، دونك التعامل نتاعهم معايا ما كانش تعامل فظ او بذيء، كان تعامل معناتها عادي احيانا ودي، لانه نعرف بعضنا. وهذا يمكن سبب اللي خلاني يمكن ما نباتش ليلتها ليله السبت، خاطر نورمال ما تشد نهار السبت يحقق معك من الدوله ما تخرجش، تبات ليلتين في الجيول وبعد يستعيدوا التحقيق معك ولا يبعثوك وزارة الداخلية إذا كان الأمر يتعلق بتحقيق معمق. أنا التحقيق معي كان معمق لكن سيبوني وعطوني استدعاء باش نمشي لوزارة الداخلية نهار الاثنين. في ذهني كان الأمر واضح، يعني تحقيق في وزارة الداخلية، وكان الخيار واضح، يا أما نهرب ليلتها معتها أو أنه فما ريسك أنه ما نخرجش ونتعذر نتعرض للتعذيب والسجن إلى آخره. فكان الخيار واضح، هو أني باش نهرب عشيتها، ما خرجت حكاية 11:30 نتاع الصباح من مركز الأمن بوقطفة، اتصلت بزوز وخياني من بنزرت اللي كانوا معايا في إيران، عصام الزاوي وشاكر الهدري، ورتبنا سفر. ما كانش عندنا فلوس، كانت اخر شهر، ودبرنا تقريبا حكايه يمكن 70,000 وقتها. تمكنا باش نتجاوزوا الحدود بصفه قانونيه، راس جدير ليبيا. ليبيا كانت تحت منع طيران جراء حادث لوكيربي امبارجو ايريان، فماش طيارات تدخل ولا تخرج من ليبيا. فالأمر خذانا تقريبا 4 أشهر تخطيط للخروج من ليبيا، وكان الممر تقريبا الصحراوي الوحيد، نظرا لأن الجزائر كانت في حال أواخر الحرب الأهلية،
مصر تتطلب تأشيرة وما كانش يمكن الحصول عليها من طرابلس، مالي نفس الشيء، فكانت النيجر هي الحل الوحيد، وكما تقريبا العشرات من الفارين من تونس على عبر الحدود الليبية. جماعة النهضة، يعني ما كنتش منتمي للنهضة ولا لأي حزب سياسي، كان ممرهم السودان، لجوءهم الأول كان في السودان تقريبا، كثير منهم اللي مروا من ليبيا. أنا اخترت أنا وأصحابي المرور عبر الصحراء الكبرى إلى النيجر، ومن ثم إلى تشاد، وبعد سوريا، وفي كل فترة كان فم إيقاف يعني وتحقيق من قبل خاصة في ليبيا من الأمن العسكري إلى آخره. بعجالة بعد تقريب سنة وصلت لهولندا، وقدمنا مع بعضنا مطلب اللجوء السياسي، ومباشرة اكتشفت الانترنت، ودخلت مباشرة تقريبا على الفضاءات الحرة المتوفرة آنذاك، منتدى المجلس الأعلى للحريات، منتدى كلمة، تكريز، حتى بعض المواقع اللي ما كانتش عندها نبرة سياسية ونبرة معارضة. وبعد دخلت بطبيعة التونيزيين، نظرا لأنه توفرت فيه فضاء حر للكلمة وللنقاش وللتبادل حول الواقع التونسي. وهذه هي اللي معناتها بداية سردي مش للسيرة الذاتية، لأني ما نقارنش سيرتي بما سمعنا، لكن مداخلتي هي التركيز على طبيعة نظام الحجب والرقابة في تونس الذي كان يمارس ضد ما يسمى بالسيبر ديسيدونس، وتكتيكات واستراتيجيات السيبر ديسيدونس ضد نظام بن علي. وتقريبا هذا الكل تشخص في شخصية المرحوم زهير اليحيوي، اللي كي نسمعوا شهادة والدته نعرفوا أنه كان عنده وعي سياسي. سيبر ديسيدونس أصلها ديسيدونس، قبل ما تكون سيبر وقبل ما تلتجئ الفضاء الافتراضي أو السيبرني، هي تمرد، هو رفض لواقع معين. هذا الوعي السياسي مرافق بوعي تقني، ومرافق بعقد أخلاقي تجاه الناس اللي تجيل الموقع. فزهير اليحيوي كانت عنده هالصفات ثلاثة، هو إنسان موش معزول على واقع السياسي. تقريبا موقع تونيزين كان موقع يعاد نشر فيه كل بيانات وكل المقالات التي تنشر حول واقع التضييق على الحريات في تونس، وكان منصة لمساندة الحقوقيين والنشطاء السياسيين المعارضين في تونس. المنيو تاع النافيغاسيون تاع تونيزيين كان فوق مثلا سهام لليون، وكان فما توفيق لوكوبرا، وكان فما حما اتسترا، معناتها رموز المعارضة ان كانت معارضة منظمة في احزاب سياسية معارضة غير معترف بها أو معارضة ناشطة في مجال الحقوقي، كانت هي مصدر المعلومات التي تزود الموقع بمعطيات حول الانتهاكات الحقوقية في تونس. هذا الواقع أو الوعي السياسي كان مرافق بوعي تقني. زهير اليحيوي ما عرفوهش شكونه، العنوان الإلكتروني متاعه، الادريس اي بي نتاعو، رغم اللي حدوا المكان الجغرافي والبيبلينات اللي كان يشتغل فيه، لكن ما وصلوش يعرفوا زهير اليحيوي اللي هو يختفي وراء الكنيه او الاسم المستعار التونسي. كان عنده وعي تقني، وكان عنده معرفه بالاساليب التقنيه وباساليب التخفي، ومكنته من انه يواصل خدمته لمده، معناتها نشاطه في تونيزين لمده زمنيه معينه، الى ان اعترف نظرا لانه عنده العقد الاجتماعي أو العقد الأخلاقي أنه ما حبش غيره يتضر ويدخل الحبس في بقعته، فقال أنا هو التونيزين والتونسي. وأيضا لأنه في التحقيق معاه وفي مدة سجنه وإيقافه ما قرش على أسامي الناس اللي كانت نشط وتدير معه التونيزين. فالثلاثة هذوما ثلاثة أركان، هما ثلاثة أركان السيبر ديسيدونس التونسية، اللي هو وعي سياسي بواقع ظلم وحيف اجتماعي وانتهاك للحقوق والحريات في تونس، هو وعي تقني بالتطور التكنولوجي وكيف يمكن استغلالها من أجل محاصرة نظام بن علي وقلب معادلة حصر المعلومة اللي كان يتبعها نظام بن علي وشرطة الانترنت متاعه، وهو عقد أخلاقي تجاه الناس اللي تجي تزورنا للموقع
نعرف عناوينهم الإلكترونية ونعرف موقعهم الجغرافي، لكن أبداً لن نبوح بكلمة حول مصدر معلوماتنا أو الناس اللي تزور في الموقع هذا. تطور الانترنت التونسي وتطور الحجب، لأنه في تونس ما كانش فما انترنت، كانت عدة انترنتات في تونس، كان فما انترنت لعموم التونسيين اللي هو ممنوع أنه يدخلوا المواقع معينة، وتطور حجب المواقع هذه مر على فترة زمنية تطورت وتعقدت، وكان النموذج الصيني أو الفيتنامي والبنشماكر اللي استعملته الشرطة التونسية من أجل حجب المعلومة، ومن ثم تخريب مصدر المعلومة وقرصنة المواقع التي ترسل المعلومة، ومن ثم المرور إلى ما يسمى بالديب باكت انسبكشن أو التحقيق العميق للمعلومات الإلكترونية التي كانت تمر عبر الشبكة، خاصة في البريد الإلكتروني ثم في مراسلات فيسبوك والمراسلات الخاصة في تويتر إلى آخره. الحجب التونسي كان تقنيا كان بسيط للغاية من الأول، هو حجب اسم النطاق لنون دو دومين tunisien.com تكريز tunisnews.net نوات.org cnlt إلى آخره، كانت سلسلة من الكاركتير أو من الأحرف ومن الرموز تضاف إلى فلتر معين، أي زائر يحب يدخل الموقع الفلاني تعترض الصفحة المعروفة اللي هي 404 واللي هي كاذبة وغير صريحة، لأني في الحقيقة تقنياً هي صفحة 403. ثم تطور مع تطور الانترنت ووعي النظام التونسي أنه حجب الموقع لا يؤدي بالضرورة إلى حجب المعلومة، لأنه المعلومة يمكن إرسالها بالبريد الإلكتروني، لأنه المعلومة يمكن أن ترسل عبر تشفيرات أخرى كما الRSS وغيرها، قام باستعمال تقنية كلمات المفاتيح، أنه أي رابط أي عنوان من فوق يعني URL يحتوي على كلمة معينة مثل تونس نيوز أو نواة أو غيرها، وكانت ثم كلمة مفاتيح معينة لا يمكن الملوج إلى هذه المواقع بتاتا من تونس. ثم تطور التقنية تقريبا سنة 2008 إلى مسألة قرصنة المواقع التونسية، وقرصنة المواقع التونسية أولا جريمة تعاقب عليها دوليا، لأنه هو اعتداء على بنية تحتية تقنية خارج الحدود التونسية. بالتالي نظام بن علي كان مصادق على معاهدات معينة، لكنه كان يخترق في المعاهدات هذه ويقوم بقرصنة مواقع إبرجي في فرنسا، في أمريكا، في السويد، في الدنمارك إلى آخره، فهو تعدي على بنية تحتية لبلدان أجنبية. والغريب أنه في متابعتنا لقرصنة المواقع هذه أني كانت قرصنة متزامنة في فترة زمنية معينة، مثلاً 4 أيام، 3 أيام، 5 أيام، كانت تستهدف تقريباً 15 موقع أو مدونة وتتم قرصنتها بشكل معناتها منتظم ومبرمج. أنا شخصياً كنت أشتغل كما ذكرت مدير قسم مناصرة في موقع أصوات عالمية، وكان من دوري هو البحث عن طبيعة القرصنة وتقنياتها، واكتشفنا أنه جزء من القرصنة كانوا يقوموا به قراصنة أتراك وروس ضمن فريق من القراصنة اللي كان متواجد في تونس. طبعاً المرتزقة الإلكترونيون اللي كانت دولة بن علي تستنجد بهم كانوا يشتغلوا بمقابل، لأنه قرصان أنه يخترق موقع كان يأخذ فلوس، لذلك الفلوس هذه منين كانت تجي؟ شكون كان يدفع الفلوس في القراصنة في الليبيرات اللي كانوا يقرصنوا في المواقع التونسية اللي هي منشأة وتدار من خارج الحدود التونسية؟ نعرفوا اللي وكالة التونسية الاتصال الخارجي كان عندها صندوق أسود، وكانت تمول في جرائد وفي صحفيين أجادة من أجل مدح نظام بن علي. قد تكون أن الصندوق الأسود هذا كان يمول القراصنة خارج أرض الحدود التونسية. عملية القرصنة
تقنيا وقانونيا كما قلت نعتبرها جريمة وكل الخبراء يعتبرونها جريمة. الجانب الأهم والإجرامي الأكثر فيها هو حذف الأرشيف التونسي، لأنه الصحافة التونسية كما نعرف في تحت بن علي لم تكن تؤرخ ولم تكن تدون ولم تكن تكتب، مع بعض الاستثناءات الأحزاب السياسية المعارضة التي كانت لها جرائد أو مطبوعات ورقية أو مناشير كانت تدون الحالة السياسية أو بيانات الأحزاب والمنظمات الحقوقية الدولية، لكن كل هذا الأرشيف كان يخزن في هذه المواقع. أن تقوم قرصنة مثلا موقع تونس نيوز أو موقع سي إن إل تي أو موقع نواة أو موقع تونيزين إلى غيره، فهو محاولة إلى حذف تاريخ على الأقل 10 سنوات من تدوين الحدث أو التاريخ التونسي. تمكنوا القراصنة أحيانا من السيطرة ومن فسخ قاعدة بيانات العديد من المواقع. أعتقد موقع كلمة تعرض لقرصنة فسخة أرشيف 8 سنين، موقع نواة تعرض لقرصنة فسخة أرشيف 6 شهور، لأنه كان عندنا باك أب، كانت عندنا نسخة ديما نحتفظ بها. فهذا الكل كان يتلخص في مسألة عداء نظام بن علي للكلمة وعداء لتأريخ وتدوين الكلمة الحرة، خاصة فيما يتعلق بمعارضة نظام بن علي ومتابعة لمسار التعدي على الحقوق والحريات في تونس. المرحلة معناتها طورت أكثر تقريبا سنة 2009 إلى هذه اللي حكيت عليها الديب باكيت انسبكشن، وأنا كنت على اتصال نظرا لشغلي في المسألة هذه في المراقبة الإلكترونية، كنت على اتصال تقريبا يومي أو أسبوعي مع مناضلين من تونس. عبد الله الزواري كان مثلا، مرحوم عبد الله الزواري، كنت على اتصال به في جرجيس، وكنت ندير له المدونة متاعه وأنا أنشأتها له، وكنت كان يزودني بكل المعلومات والتدوينات والصور، لأنه عمل أرشيف حول تجربته في السجن وأرشيف حول تجربته ما بعد السجن، المراقبة الإدارية والهرسلة اليومية. كنت شخصيا أدير له في المدونة متاعه، وكان يعطيني المتباس متاع الإيميل متاعه، معناتها حتى الثقة اللي بيناتنا كان عندي، نجم ندخل للإيميل متاع عبد الله الزواري. فاكتشفنا مرة أنه مراسلات تونس نيوز اللي كانت ترسل يوميا للناس المنخرطه في القائمه ما كانتش توصل سؤال عبد الله الزواري، كانت يوصل العنوان، لكن لما تفتح المراسله في عظمى تلقى معناتها محتوى تونس نيوز، كنت تلقى معناتها مساج جنسي او حاول استعمال الفياجرا الى اخره. وهذا الشيء موثق، يعني أنا شخصيا موثقته، موجود على الانترنت. نفس الشيء مارسته مع الأستاذ عبد الوهاب معطر، واكتشفنا أنه هذه التقنية Deep Packet Inspection كانت تمارس في تونس، وتم توثيقها والكتاب عليها في تقارير دولية تعنى بشأن هذايا. المهم، هذا أيضا اختراق لسرية المراسلات، اللي تونس مصادقة على معاهدة دولية أنه تحترم سرية المراسلات إن كانت ورقية أم حتى إلكترونية. هذه بخلاصة مع التقنيات المستعملة إلى جانب التقنيات الأخرى المادية من قمع وهرسلة وإيقاف النشطاء، وخاصة النشطاء الذين لهم علاقة مع المعارضة السياسية. ذكر كثير معناتها من الناس اللي تشدوا بسبب تدوينه وبسبب نص محمد عبو اللي هبط النص الشهير أبو غريب العراق وأبو غرائب تونس، يعني كان سبب مباشر تقريبا في اعتقاله. المرحوم مختار اليحيوي والرسالة اللي بعضها كانت تقريب سبب مباشر لهرسلته اللاحقة. زهير مخلوف تقريره بالفيديو حول واقع تلوث في نابل كان تقريبا سبب مباشر لهرسلته، والعديد معناتها باش نذكر، ما نحبش نذكر باش ما ننساش. لكن هذا الكل رافقته لا سيبر ديسيدانس ايضا بوعي سياسي وب مسافة تقريب نقديا مع المعارضة التونسية، لأن السيبر ديسيدانس هي مستقلة عن المعارضة التونسية، رغم أنه
كثير من المواقع هي مواقع أنشئت من طرف أحزاب سياسية معارضة معترف بها كانت أم غير معترف بها. مثلا البي دي بي كان من أول الأحزاب اللي كان ليه حزب رسمي، سي بي ار الكونغري بور لا ريبوبليك، حركة النهضة، التكتل، حزب العمال الشيوعي التونسي إلى آخره. فكانت فما أنترنت متسيس مكشوف ينتمي تنظيميا أو هيكليا لأحزاب معارضة معترف بها وغيرها غير معترف بها. وكان فما وسيط آخر اللي هو أنترنت متسيس لكنه مستقل، يساند الأحزاب المعارضة، يساند منظمات ومكونات المجتمع المدني التونسي، لكن كانت له علاقة نقدية بناءة مع المعارضة. وطرحت حينها تذكر سنة 2003 بعد المؤتمر إكسون بروفانس اللي لما المعارضة التونسية، طرحت فكرة المعارضة الثالثة لا تروازيام اوبوزيسيون، أنه المعارضة الأولى هي المعارضة السورية الكرتونية التي كانت تشرع لديكتاتورية بن علي، المعارضة الثانية هي المعارضة الحقيقية أو الراديكالية ضد نظام بن علي، والمعارضة الثالثة اللي هي مستقلة وتحاول أن تكون همزة وصل بين جيل الانترنت الغير المتسيس وجيل الانترنت المتسيس. وهذا كان تقريبا دورنا نحن في نواة، والمسؤولية اللي كانت على عاتقنا واللي تحملناها أنا وأصدقائي رياض القرفالي اللي حاضر مؤسسي نواة وسفيان القرفالي أيضا موجود في كندا، هو تسييس الانترنت التونسي وبناء استراتيجية بروباغندا مضادة لبروباغندا بن علي. وكانت هذه استعملت تقريبا كل الوسائط التقنية المتوفرة، وكنا تقريبا المدرسة التونسية حتى عالميا معترف بها كنموذج في استعمال ذكي ومبتكر لتقنيات الانترنت. تقريبا أول استعمال لجوجل ايرث في العالم في المجال السياسي هو الاستعمال اللي استعملته مبادرة يزي فوك، الفيديو اللي صور برلمان تونس والمكان الذي كانت ستعقد فيه قمة المعلومات إلى آخره. أول استعمال لجوجل مابس كان سنة 2006 في الإطار السياسي نحكي عالميا، هو خريطة السجون التونسية اللي كانت خليط ماشاب باللغة الإنجليزية بين يوتيوب وبين تطبيقات الجغرافية لجوجل مابس، واللي استقات من فيديو قامت به الجمعية الدولية لمساندة المسيحيين السياسيين سنة أعتقد 2005-2006، تصور على مدة طويلة، صوروه العديد من الزملاء، وكانت شهادات لعائلات المساجين السياسيين في تونس ولبعض السجناء الذين تم إطلاق سراحهم. السدي هذا تم تهريبه خلصة لباريس، هبطت أنا شخصيا لباريس واستلمته وبعثناه للجزيرة ونشرناه في موقع نواة، وأقمنا خريطة السجون التونسية بناء على المحتوى الفيديو المصور اللي كان موجود. ثم ظهر ما يسمى بالويب الاجتماعي أو السوشيال ويب. طبعا في المرحلة هذه الكل كان نظام بن علي يحجب كل شيء، تقريبا كل مواقع تقاسم الفيديو حجبت بسبب الفيديوهات التي كنا ننشرها، موقع يوتيوب تحجب بسبب فيديو نشرناه ونشره عمله صديقي رياض القرفاني حول تتبع طائرة الرئاسة التونسية، وكان السؤال من يستعمل طائرة الرئاسة التونسية، واكتشفنا بعد تحقيق أنه طائرة الرئاسة التونسية كانت تستعمل فيها ليلى بن علي باش تمشي تسوق من الفضاءات التجارية الغالية في أوروبا، وخاصة في مالطا اللي طرابلسية عندهم علاقة تجارية كبيرة مع مالطا وعندهم موطأ قدم في مالطا. يوتيوب تم حجبه في تونس بعد الفيديو هذا، دايلي موشن نفس الشيء. سنة 2010 لحقوهم تقريبا كل مواقع تقاسم الفيديو، فيميو، بليب تي في إلى آخره. تويتر نفس الشيء، تقريبا كل الصفحات أو كل الحسابات لكونت يوتيليزاتور اللي كانت تحكي في إطار سياسي معارض لبن علي يتم حجبها.
فيسبوك كما تعرضت في الوثائق تمت محاولة لحجبه، لكن ردة الفعل الشعبية ضد حجب الموقع أخافت بن علي وأجبرته أنه يدارك الأمر ويرفع حجبه عن الموقع. بعد هناك استفادات من تجارب الموقع متاعكم نواة تشهر أيضا قبل الثورة باللي تونيليكس، كنت تحكينا شوية عليهم. تونيليكس وتونيليكس ثلاثة أسابيع قبل الثورة التونسية، يعني تقريبا نشرنا الوثائق اللي تخص السفارة الأمريكية في تونس يوم 28 نوفمبر 2010. أنا شخصيا كانت لي علاقة مع جوليان أسانج، كنت تعرفت عليه سنة 2008 في محاضرة كان هو أعلن عن مبادرة ويكيليكس، وأنا كنت مدير لفريق المناصرة في أصوات عالمية، وكنت أنظم أيضا ندوة في بودابست، فتعرفنا لبعضنا وصار نوع من التنسيق. تحصلنا على معطيات كل وثائق اللي تخص الدول العربية في أعتقد سبتمبر 2010. أنا والأصدقائي في موقع نواة، أنا ورياض القرفالي وسفيان ومالك الخضراوي، اشتغلنا على الوثائق التي تخص الواقع التونسي، حطيناها في إطارها كونتكستواليزاسيون نوعا ما صحفية. الوثائق اللي تخص الدول العربية الكل أرسلتها لصحفيين نشطاء في العالم العربي، جريدة الأخبار اللبنانية، سيد جريدة أخرى في مصر، في المغرب نشطاء أيضا. بون لفي متاع تونيليكس على الأقل كانت عنده وطأة على الأقل بسيكولوجية على المنظومة في تونس، هو أنه كل الناس تعلم، هذه معناتها مثل ما يقال عنها في العلوم السياسية، أنه نظام بن علي يعرف أنه الشعب التونسي يعرف اللي هو فاسد. فأعتقد المرحلة هذه خلقت ارتباك داخل النظام الحاكم، نظام الحكم في حاكم. تجمع دستوري أكيد تخلخل بتسريبات ويكيليكس، وطبعا الأحداث كانت سريعة، يعني حادثة محمد البوعزيزي، وقبلها معناتها اللي صار مع أنه في تونس الانترنت التونسي والسيبر ديسيدانس كانت نوعا ما في بداياتها، يعني من سنة 2000 إلى 2006 معزولة نوعا ما عن الشارع، كان عندها موقع قدم في الشارع من خلال الأحزاب والمنظمات الحقوقية، لكن الشعب العام الشريحة الكبيرة من الشباب التونسي ما كانش عنده علاقة باللعبة السياسية. وأعتقد أنه اللي صار مع حجب مئات أكثر من 150 تقريبا مدونة، واللي أغلبها ما كانش عنده محتوى سياسي، كانت نقدية ساخرة لنظام بن علي أو للوضع أو للكورة إلى آخره، فتم حجبها. تم أيضا حجب موقع أو مجمع المدونات التونسية اللي كان يديره من كندا صديقنا حسين بن عامر، اللي كان عنده تأثير على الأقل في خلق ثقافة تدوين عام في تونس. لكن أعتقد النقلة النوعية اللي صارت هي النزول إلى الشارع، يعني يوم معناتها أنه لما قرروا المدونين ينزلوا الشارع ويلبسوا تيشيرت أبيض في شارع الحبيب بورقيبة احتجاجا على حجب المواقع والمدونات وحجب حرية التعبير بصفة عامة في تونس، هو كانت نقلة نوعية في طبيعة المعركة، لأنه كانت المعركة مقتصرة على الأنترنت، نزلت على الأرض، نزلت على الأرض أيضا بالمبادرة الشجاعة لسليم عمامو وصديقه ياسين العياري لمقاضاة آلة الحجب في تونس. أيضا قبلها كان زياد الهاني يتقدم بقضية ضد آلة الحجب في تونس. المفارقة اللي كانت في السيبر ديسيدانس الأخيرة بين الشق اللي احنا كنت ننتمي له على الأقل الشق العلني المعارض علنيا وبشكل فاضح لنظام بن علي، والشق السيبر ديسيدانس اللي نوعا ما كان يخفي معارضته، هو في استعمال عمار 404
اللي كنا نعتبروها شخصيا وفي نواه انه هي تسميه تخفي الحاجب الحقيقي اللي هي الوكاله التونسيه للانترنت، ولهذا قمت انا بتقديم ملف للهيئه ضد الوكاله التونسيه للانترنت كمسؤول عن حجب، عن قرصنه، عن تخريب الذاكره الوطنيه مده 10 سنين في تونس. اللي استعملوا عمار 404 اعتقد كان خوف مفهوم وشرعي، لأنه الناس عايشة في تونس. أنا في الأخير وأكثرنا كان نعيشوا في المنفى، فكنا بعاد، ما كناش متعرضين للتهديد بالحبس أو السجن الملاحقة، فنتفهم استعمال كلمة عمار 404، وأثبتت أنها حركة شريحة من المجتمع التونسي، حركة فنانين، حركة رسامين، حركة مغنين، حركة شباب ما كانش عنده علاقة بالسياسة، لكن دخوله لمعركة الحجب هو عمل سياسي بالقوة. ما شديتش الوقت، ما نعرفش طولت ولا ما طولتش، المهم خلاصت. كان عندك مضيف ميسيرش، معنا سؤال أخير ليك، لأنكم في موقع نواة محسوب الموقع الوحيد اللي استمر بعد الثورة، شنو المحاذير اللي تراهم باش اللي صار ما يتعاودش؟ بون، اللي صار ما يتعاودش، اللي صار تعاود، واللي صار قاعد يتعاود للأسف. أنه باش نقول صحيح ما فماش حاجب في تونس، وصحيح أنه السياسة اللي اتبعها المدير السابق للوكالة التونسية للإنترنت صديقنا مع الشخشوق شجاعة وشفافة في أنه فكك آلة الحجب. نظام مش بن علي اللي رفع الانترنت، يعني الحجب على الانترنت، وكان مجبر الشعب التونسي ومبهري الانترنت والناس اللي خرجت للشارع من محامين ومناضلين في الجهات وفي تونس العاصمه هم اللي رفعوا الحجب على الانترنت. وكنا نقولوها في نواه وقبلها، اليوم اللي باش ترفع الحجب على الانترنت في تونس هو يوم سقوط بن علي، لانه توفر المعلومه هي سقوط اي نظام يحاول يقمع المعلومه. لكن للأسف أوكي، الحجب ما فماش مواقع محجوبة. هناك خلط في تونس صار ما بعد الثورة بين ما هو أخلاقي وما هو قانوني وتشريعي. هناك إرادة للمحافظة على الأخلاق العامة، محاولات لحجب مواقع إباحية في تونس، والحمد لله فشلت المحاولات هذه، وصمد معاذ الشخشوق ليها، والناس في الانترنت والمستخدمي الانترنت صمدوا انه يقع حجب المواقع الاباحيه، لانه نعرفوه من التجربه انه المبرر الاخلاقي عاده هو المدخل لحجب سياسي للمعلومه. اوكي، حتى نتفهموا على الاخلاق شنية، وحتى نتفهموا على النظام العام شنو، هذه مصطلحات وتعاريف حتى المشرع التونسي ولا المجلس التاسيسي تعرض لها ووضحها شنو النظام العام وشنية الاخلاق الحميده، مش متفقين عليها. دونك اوكي، ما فماش حجب في تونس، لكن فما محاولات حجب متطوره، فما ما يسمى بالثرونينج. نحن في نواه تقريبا كل عمليه أن ننزلوا فيها ليكس أو تسريبات، خاصة السنة اللي فاتت بعد تولي السبسي رئاسة الجمهورية، صارت عمليات ثرولينج اللي هي أنه يدخلوا نواة في بوكل يستحيل معها الوصول إلى موقع نواة. صارت التي الوكالة التونسية للإنترنت استعرفت بالخطأ هذا، ومدون الشيء هذا موجود على الإنترنت، قالت هو خطأ تقني. نحن نتساءل الخطأ التقني علاش ما يستهدف كان نواة، حتى موقع في تونس لا تعرض للعملية هذه إلا موقع نواة، والعملية هذه ما تحصل إلا بعد ما تقوم نواة بتسريب أو بمقال استقصائي حول فساد يشوب دائرة من دوائر الحكم في تونس. لكن الحجب جزء من منظومة بن علي اللي تمكننا باش نزيلوه، وإن شاء الله يستحيل يرجع، واللي باش يبدأ الحجب أي نظام باش يسقط في تونس لو مارس الحجب. اللي يخيف أكثر هو السيرفيانس، هي المراقبة. نظام بن علي كانت عنده قسمين، كان عنده قسم يحجب المعلومة، وقسم يراقب ويتبع المعارضين ويهرسلهم، وعنده سيطرة على أجهزة كمبيوتراتهم، ويعرف شنو مال SMS واللي توصلهم والميساج اللي يوصلوا لهم. وهذا الشيء مازال متواصل في تونس. فما قانون الإرهاب اللي شرع لنوع من الرقابة ومن السيرفيانس اللي قد معناتها تهدد حرياتنا،
وأعتقد أن الكثير من ما يسمى بالسلفيين أو الجهاديين اللي تم اعتقالهم في تونس بسبب نشاطهم الإلكتروني، بسبب مراسلات قاموا بها، هو نتيجة سيرفيانس إلكترونيك لمحتوى المراسلة. بالتالي تقنياً يصعب أن نتبع 4 أو 5 ملايين مبحر في الانترنت التونسي. فما برمجيات قاعدة تتبع في المبحرين التونسيين وتتبع فيما يكتبونه علناً في الفيسبوك وببليك ولا في الإرساليات الخاصة اللي قاعدين يبعثوا فيها لبعضهم، وهذا أعتقد شيء يخوف. شيء ثاني، لا دوتي ووكالة التكنولوجيا اللي يحبوا ينشئوها واللي هي ستقيم منظومة لمراقبة إبحار التونسيين والاطلاع على يمكن محتويات تخصهم. نعرفوا اللي تونس مصادقة على معاهدات وعندنا قانون يحمي المعطيات الشخصية في تونس، هل أنه المراقبة هذه قاعدة تمر وخذات معناتها ترخيص من الهيئة اللي تعني بحماية المعطيات الخصوصية والخاصة في تونس؟ هذا شيء مش متأكدين منه. هل تم استشارة الهيئة هذه؟ هل تم استشارة مجلس نواب الشعب؟ هل هناك وعي تقني في مجلس نواب الشعب حول خطورة مراقبة التونسيين؟ هذا شيء أعتقد أن هيئة الحقيقة والكرامة من دورها أنه أولاً باش نفهموا كيفاش نشرعوا، باش نفهموا كيفاش نسنوا قوانين تحمي المبحر التونسي وتحمي معطياته الشخصية على الانترنت وتحمي مراسلاته لعشيقته ولا زميله ولا صديقه ولا زوجته، هو أنه نفهموا المنظومة القديمة كيفاش كانت تخدم. والطريف أنه المنظومة الدفاعية لتونس كانت معروفة مكشوفة، هناك تقارير تعرف نوعية السلاح التونسي وتعرف قداش عندنا من شطاير وقداش عندنا من طيارة. تقريبا كل المنظومات الدولة في تونس خرجت تسريبات، استقبلنا عشرات أو مئات التسريبات من الإدارات التونسية قبل الثورة وبعد الثورة ونشرناها في مواقع نواة أو في مواقع أخرى. المنظومة الوحيدة اللي مخرج منها حتى تسريب هي منظومة الحجب والرقابة. إلى يومنا هذا ما نعرفوش شكون كان يحجب، شكون مازال يراقب فينا في الانترنت. الناس اللي كانت تراقب وتشي ببعض نشطاء الانترنت، وفما ناس تشدد في الحبس على خاطر كانوا فما نشطاء في التجمع ناشطين أيضا على الانترنت، واحد منهم مستشار لرئيس الجمهورية يشتغل الآن كان يقود بالنشطاء الانترنت في تونس. دونك المنظومة القديمة أنه خافوا من أنها تعود، أنا أعتقد المنظومة القديمة مازالت قائمة الذات وتخوف، لكن تصور باش تخسر المعركة. دونك دور هيئة الحقيقة والكرامة أنها تخلق سبقة في أن نتعرفوا على شكون كان يحكم وشنو السلم، شنو شكون كان يعطي أمر في حجب معلومة، شكون كان يعطي أمر في قمع أو في قرصنة موقع، شكون كان يعطي أمر في دخول إلى مراسلة إلكترونية خاصة متاع معارض أو متاع ناشط سياسي. الناس اللي تشدد حمادي كالوتشا، سفيان بالحاج كيش تشد، يعني كيش عارفوا داره كانت عنده كنية يستعملها حمادي كالوتشا، سليم عمامه كيش تشد، زهير اليحيوي، عزيز عمامي، إلى آخر. الناس هذه تشدد، يا إما فما وشاية خاصة جات استوفيت أو صب باسمهم، أو أنه فهموا مراقبة إلكترونية تعرف موقعهم الجغرافي وتعرف اسمهم الحقيقي إلى آخره. دونك أنا نتوقع من هيئة الحقيقة والكرامة أن تكشف الحقيقة في المسألة هذه، وأن الناس اللي كانت مسؤولة وكلفت الميزانية التونسية مليارات في وقت الثورة، فقط نحكي على مدة أسبوعين، النظام التونسي سخر شركة أجنبية بمبلغ فات المليار دينار من أجل أنها تعمل برنامج خاص بالثورة الإلكترونية في تونس خلال الثورة. الفاكتورة هذه مازالت في اللاتي، وانتم تنجموا توصلوا الفاكتورة هذه. الفاكتورة هذه على ما أعتقد سنة 2005 ما خلصت شيء. الوكالة التونسية مطالبة أن تخلص الفاكتورة هذه. فما شركات أجنبية موجودة في تونس اللي هي كانت تسهل في عملية المراقبة. سمارت فلتر نايس سيستم اللي شركه اسرائيليه عندها مع تحريفها كانت الدوله التونسيه، وهي اللي كانت تراقب في الكاميرات. احنا نعرفوا الكاميرات في تونس اللي موجوده في شارع الحبيب بورقيبه ولا اللي موجوده في الحوانت، كي تمشي في ريزو انترنت
لي دوني هذو مستوكي وين موجودين؟ ما فماش يخرق المعطيات الشخصيه انه تكون وكاله تونسيه للانترنت او غيرها من الوكالات المعلوماتيه يكون عندها نفاذ لبعض المعلومات الخاصه. هذا دور الهيئه. ثانيا هو الدور المشرع لسن قوانين تحمي المعطيات الشخصيه. ثالثا قانون حمايه المبلغين بايجابياته يحصر، لانه التبليغ والتسريبات هي من آليات اللي قامت عليها الثورة، ومن آليات اللي حفظت استقرار تونس بعد الثورة، واللي حاسبت بعض الفاسدين فيما بعد الثورة. لكن القانون هذا ما يكفيش شوية. علاش نحصروا تبليغ على الفساد بهيئة مقاومة الفساد؟ وكي تبدأ هيئة مقاومة الفساد فاسدة، وأنا أنزه شوقي طبيب وأنزه الهيئة من الفساد، لكن شنو الضامن أنه هيئة مستقبلية ما تكونش فاسدة؟ وعلاش تحصر وتشرط التبليغ عن الفساد يلزم يمر بهيئة محاربة الفساد؟ أعتقد أن التبليغ عن الفساد هو دور صحفي قبل كل شيء، دور مواطني، والصحافة المواطنة والصحافة المهنية دورها أنها تنشر معلومات وتنشر تسريبات ولا تلاحق. لكن القانون هذا ما يضمنش هذا. دونك نتصور أن المشرع التونسي عنده دور كبير في حمايتنا معطياتنا وتسريباتنا. شكرا سي سامي. شكرا.